خلينا بقى نشوف انه بعض الناس حتى هو رايح بيفكر كده، هل انا محتاج جراحة سن ولا انا محتاج اتبع نظام غذائي؟ يعني ايه هو الاختيار الافضل بالنسبة لي؟ احسبها ازاي؟ والله مبدئيا احنا بنعمل حاجة اسمها حساب معامل كتلة الجسم، ويمكن المريضة لما اتكلمت وقالت الوزن انا كنت لسه هقول قولي الطول، لان احنا هي طولها بنحسب 163. احنا بنحسب القصة بمعامل كتلة الجسم مش بوزن بس او بطول بس. ومعامل كتلة الجسم دي حاجة متفق عليها عالميا، وبنقوم بقسمة الوزن بالكيلوجرام، يعني اللي هو حاجة كان و80 الوزن 71 مثلا، 71، خلينا في 100 كيلو عشان خاطر كويس نوضحها للمرضى احسن. 100 كيلو 100 كيلو، وهنقول ان المريض ده طوله 2 متر فعشان كويس. هتكون واضحة جدا. بنقسم وزن المريض بالكيلوجرام على طوله بالمتر، اللي هو مش 200 سنتي هيبقى 2 متر على مربع الطول ده بالمتر، فهيبقى 100 على 2 في 2 اللي هو ب 4، يبقى 100 على 4 يبقى معامل كتلة المريض ده 25. احنا عندنا تقسيمه اللي هو من 19 ل 25، ده وزن طبيعي، 25 ل 30 زي ما اتقال في الانفو ده زياده وزن، 30 35 ده سمنه درجه اولى، 35 ل 40 ده سمنه درجه ثانيه، ثم اكتر من 40 ده سمنه مرضيه او سمنه مفرطه. لكن احنا عندنا مصطلح تاني اللي هو الموربيد اوبيزيتي. الموربيد اوبيزيتي ده اللي هو السمنه المفرطه اللي بيصاحبها بعض الامراض، ويمكن في امراض كتيره جدا بتصاحب السمنه، قد يكون السمنه هي السبب الاساسي لحدوث المرض ده. طيب ايه الامراض اللي موجوده، وامتى نعمل جراحه سمنه، وامتى نتبع كويس. نظام غذائي؟ النهارده قبل ما نخش على الجزئيه دي، انا النهارده عرفت ان معامل كتله الجسم بتاعتي من 25 ل 30، تمام، هنا مش بحتاج الا جراحه، مش هنحتاج هنا لجراحة مش هنحتاج الى جراحه، نهائي. هنا احتاج الى اتباع انظمه غذائيه تساعدني في ده. طيب من 25 ل 30، هنا انا كده عندي زيادة في الوزن، زياده في الوزن، ايه الاجراء اللي بتاخذه في هذه مش هحتاج الجزئيه؟ جراحة برضو. مش هحتاج يمكن جراحه. السؤال عن الإجراء، يمكن دي نقطة أنا كنت مستني أجاوب عليها من زمان. احنا لما بنيجي نقول المريض ده محتاج كذا او مش محتاج كذا، ده مش بناء على الـ يعني الاختيارات الشخصية للطبيب، او ان المريض ده جاي لعيادتي فمش همشيه ايده فاضية فهختار له جراحة السمنة. لا، احنا محكومين بتوصيات عالمية وجايد لاينز بتقول ان من كذا لكذا نعمل له ده، من كذا لكذا نعمل له ده. يمكن في جراي زونز، مناطق رماديه كده ما نقدرش نحلف المريض ده محتاج ايه او المريض ده محتاج ايه، ودايما نقول ان اختيار الحل المناسب لكل مريض individualized، يعني لكل مريض الحل حل المناسب مناسب ليه هو بالنسبة له، شخصي، يعني ما ينفعش ما كل فيش الناس. الجولد ستاندرد في القصه دي. ما زالت جراحات السمنه في الاطوار الاوليه ليها، مع انها ظهرت من فتره طويله، فاحنا ما نقدرش نحلف على حاجه لكل المرضى، مفيش الجولد ستاندرد في قصة جراحات السمنة. في شيء طب ثابت.